انا جاي النهاردة مش علشان اشوف دموعك ولا حنن قلب حضرتك، انا جاي بس افكرك ان الدنيا دي ما بتدومش لحد، ولو دامت لكانت دامت للرسول صلى الله عليه وسلم. انا جاي النهاردة اقول للناس اللي هم مسكين في الدنيا بإيدهم واسنانهم، هتعيش قد ايه؟ كام سنة؟ كام قرن؟ كام يوم؟ كام شهر؟ مهما طال العمر بيك فلا بد من وصوله الى الصفر. انا جاي اذكر للناس بالموت اللي بيجي فجأة، مفيش حد في الدنيا مخلد، عمال بتجمع في اموالك تبني في مصانعك وشركاتك، عمال بتأستك لحد امتى وانت عمال تبني في حياتك، كل ما تحط قرش على قرش على قرش، كل ما تبني بيت وجوا بيت جوا بيت. قولوا بعدين، بعد ما تجمع الملايين في البنوك وبعدين، بعد ما تبني القصور وبعدين، بعد ما تسكر وتسرق وتظلم وبعدين، اخرنا للقبر وينقفل عليه علينا بابه ياللي انت مثبت في دنيتك وناسي اخرتك. تعالى قولي اللي قبلك خدوا ايه من دنيتك، ولا قولي بس نفعتهم بايه حضرتك، غير بس نزلت من عينيك دمعتك. اسمع مني انا عندي كلام كتير لحضرتك، مهما الدنيا علاتك او ضحكتلك في يوم، بكرة هتيجي يوم وتقلبك وتشهد الناس دي على دمعتك. لا هتلاقي فلوس تساعدك ولا حتى عيال تسندك، هتبقى وحيد وبين ايديه وهو بيسألك حضرت فلوسك عشان ترشي ولا فين اللي انت ربيتهم اللي هم عيالك تسندك. وقت موتك الكل شالك وفي القبر حطك، والكل سابك يا مسكين، وانت دلوقتي في وحدتك ياللي انت مثبت في دنيتك. هو انت مش خايف ولا بعينيك مش شايف؟ الناس اهي بتموت حواليك، ما راحش منك عزيز عليك، ما انتش خايف الدور بكرة يجي عليك، وانت لسه غرقان في معاصيك وقاعد على طول بتسمع في اغانيك، وقاعد على طول بتسمع في اغانيك وهاجر قرآنك ومش سامع مساجد بتناديك. الحق توب قبل ما يخلص وقتك، وتروح وانت في غفلة قبرك لما يسألك ربك عن صلاتك وزكاتك، يا ترى ايه هيكون ردك وايه وقتها هيكون عذرك لما يقولك ربك فين يلا صلاتك، وانا كتير ناديتك وانت كنت غرقان في افلامك وماتشاتك، قولي بقى فين صيامك بالصحة عطتهالك، وتتمنى يوم ترجع دنيتك علشان تصحح اخطائك، وتطلب من ربك ترجع يقولك الوقت فاتك، هتبكي وتتحسر
ويا ريت تنفع دمعاتك، وتبص حواليك تلاقي كل ذنوبك قد ايه عينيك للحرام بصت، قد ايه ايديك للحرام مدت، وقد ايه لسيرة فلان جت، وقد ايه لكام فلان ظلم. لسه برضه مش خايف مش صاحبك اللي من سنك كانت امبارح وفاته، مش صاحبك اللي كانت عضلاته تفصص منك ميت حتة دلوقتي بقت جتة. برضه مش خايف الطفل اللي لسه في الكلام يتهجى، من قفلش عليه قبره، اصحى وفوق دلوقتي قبل ما يخلص وقت، الفرصة لسه قدامك وما تخافش، ربك مسامحك بس ترجع له وانت مصفي قلبك.